نوال رشدي نائبه رئيس مجلس عماله الدار البيضاء. هذا المشروع جاء في اطار اولا اختصاصات مجلس عماله الدار البيضاء، وثانيا كمشروع دار اتفاقيه مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه على اساس انه يكون تجهيز وتهيئه مركز صحي للامراض التنفسيه على صعيد عماله مقاطعه عين الشق بقدر مالي قدره 300 مليون سنتيم، وحنا كمجلس عماله ساهمنا ب 150 مليون سنتيم. وبمناسبة عيد الاستقلال تم تدشين هذا المركز بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيد والي جهة الدار البيضاء أسطات والسيد عامل عملة مقاطعة عين الشق والسادة البرلمانيين على صعيد المنطقة والسيد رئيس المقاطعة والنائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، على أساس أنه قمنا بهذا التدشين. وهذا المركز يعتبر يعني من الجيل الجديد لأنه يحتوي على آليات وتجهيزات من الدرجة الأولى، زائد أنه في إطار سياسة القرب أنهم عوض ما يديبلاصاو ساكنة عين الشق مراكز أخرى ويتحملوا عناء التنقل، ألوغ هذا المركز بالقرب أنهم يقدروا يستافدوا منه، وأنه سيغتو أنه في آليات اللي هي مجهزة من الدرجة الأولى، زائد أنه أبغ هذا المركز هناك يعني هذه كبداية، هناك مشاريع أخرى هي في طول التنزيل ديالها على أرض الواقع، منها مستشفى من درجة الثانية إقليمي في منطقة سيدي معروف، وهذا بالإضافة إلى اختصاصات أخرى لمجلس العمالة كالهشاشة، التعليم، الرياضة، الثقافة. وبالتالي ارتئينا اننا حنا نساهموا كمجلس عماله الدار البيضاء، واننا حنا نشاركوا وندمجوا مع البرامج الحكوميه اننا نقوموا بتنزيل ديالها على ارض الواقع.